اختتمت القافلة الطبية بنجع عبد الرسول بمركز أسيوط أعمالها، حيث أجرت الكشف الطبي على أكثر من 2000 مواطن وتم صرف العلاج لهم مجانا. جاء إطلاق القافلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشملت كافة التخصصات، كما ضمت معملا للتحاليل وآخر لإجراء الأشعة. احنا بنقدم خدمه طبيه ذات جوده عاليه، بنروح في الاماكن البعيده عن الخدمات، خدمه طبيه مجانيه تماما. معانا 10 عيادات تخصصيه، منهم عياده تنظيم اسره بتقدم خدمه المشوره وبتقدم خدمه تركيب وسائل برضو. معانا صيدليه كبيره ومعملين تحاليل، معمل طفيليات ومعمل دم، اشعه تلفزيونيه واشعه عاديه. معانا خدمه تقارير طبيه ومعانا كشف مبكر عن الضغط والسكر. في اليوم الواحد ما يخرج من حوالي من 1500 ل 2000 مريض موجود عندنا في القافله، كل التخصصات، كل العيادات المختصه، وموجود هنا في الصيدليه كل الادويه اللازمه لكل عياده،